عيوني عيالي في الحياة أشغلتموني وعند الموت ليس تنفعوني إذا جاني غريم الموت حقا قبض روحي وأحبابي يروني ولي نفس على صدري تسبح تكلمهم وهم لا يسمعوني تقول يا ناس الدنيا غريرة تفارقكم كما فارقتموني ألا يا نفس توبي واستكني وفي بر وتقوى عاونيني لقد جذبت من الأقدام روحي إلى الحلقوم يتبعها الأنين وصارت ما بين حنجرتي وصدري تعالج كربها بين الجبين وإخوان التقى يبكوا عليا يصبون الدموع على الجفون وما يغني بكاهم عند رأسي ولا هم عند ذلك ينفعوني ووضوني وما بي من وضوء وعروني ولم يستأذنوني وصبوا الماء سجلا بعد سجلا إلى الجسم النحيل وطهروني وقالوا هاتوا كفا هاتوا حنوطا وجاءوا بالحنوط وحنطوني ولما وضعت على السرير تبادرت الرجال ليحملوني وشلوني على شرف وظل إلى نحو المقابر وضعوني وردوا فوق رأسي مظلمات من الأحجار حتى غيبوني وحثوا بالتراب علي حثا بعد حتى وهذا إكرامهم اللي أكرموني وجاني بعد ذلك رسل ربي وردوا الروح فيه وقعدوني وقالوا من إلهك لتلجلج ودينك في حياتك أي ديني فإن هداني الله وقلت ربي فقالوا لي صدقت وصدقوني وإن عجمت لساني وقلت نعلم فقالوا لا علمت وعذبوني وصار إخوتي وعيال عمي وصاروا كأنهم لا يعرفوني وصاروا يقسم حالي ومالي يذيبونه كما اللحم السمين كذبت يلي تقول الدهر يدم لك وما دامت لزين العابدين وما دامت لحواء بعد آدم توفت بالرجال الصالحين جبال الكحل تفنيه المراود وغزر المال تفنيه السنين وكم من شاقي يشكى لغيره وماله يأكلوه الوارثين وما ينتال من ماله بشيء سوى كفنه وما تعطي اليمين ولا بالكون أفضل من محمد وصلوا على النبي يا سامعين إذا صلت عليه يحسن ختامك ويضمن لك في جنات النعيم.